أعمال تركيب الكلادين الألومنيوم الواجهات الخارجية. في بداية الأمر يتم عمل هيكل معدني مثبت على هيكل المبنى بتركيب تيوبات معدنية عرضية وتيوبات معدنية شاقولية أساسية، ويتم توزيع التيوبات الأفقية حسب مقاسات ألواح الكلادين الألومنيوم. يتم تثبيته بواسطة البراغي وتثبيته على التيوبات كما تلاحظون. طبعا هذا اللون هو ليس هو الأساس، ولكن هذا جيلاتين أو التغليف الكلادين. بعد يتم الانتهاء من تركيب الكلادين يتم إزالة هذا الغلاف، وذلك لحمايته. ألواح الكلادين يكون لها عرض وطول محدد أو عرض محدد وطول محدد حسب التصميم، ويتم تركيب زوايا تثبيت من الطرف لوح الكلادين والطرف الآخر الهيكل المعدني كما تلاحظون. هذا هو الهيكل المعدني الذي تم تثبيته، عبارة عن تيوبات شاقولية، تيوب معدني شاقولي، ويتم تركيب تيوب أفقي على عرض على ارتفاع أو عرض الكلادة، ويتم تثبيت وتدعيم الشاقولي بالهيكل المبنى بهيكل المبنى كما تلاحظون بواسطة اللحام. يتم لحام بهيكل المبنى. كما تلاحظون تم تركيب عدد من القطع من ألواح الكلادين الألومنيوم. تلاحظون يتم بين كل لوح ولوح يوجد فاصل بمقدار سنتي إلى سنتيين، حيث وذلك من أجل تثبيت الزوايا على الهيكل المعدني، وبعدها يتم تركيب ماسورة في اللين، وبعدها يتم تعبئة هذا الفراغ بالسيلنت المقاوم لأحوال الطقس، وهو سيلنت فليكسبل. كما تلاحظون الفاصل هذا هو الفاصل. بعد الانتهاء يتم تركيب مواسير فلين وتركيب سيلينت مقاوم للحرارة والرطوبة والبرودة. طبعا هذا الجيلاتين هو لحماية الكلادين
وبعد الانتهاء من تركيب جميع ألواح الكلادين يتم إزالة الجيلاتين المطلوب. هذا هو جيلاتين لحماية كلادين، يتم إزالته لاحقاً.